ضمن جولتنا على المواعيد السقفية والفنية رح أبدأ مع احتفالات عم بتنظمها جمعية راهبات الصليب بمناسبة عيد الطباوي أبونا يعقوب بدار الصليب ببقنية. اليوم رح يكون يوم صلاة مخصص للمرضى الساعة 7 المساء تطواف بالقربان المقدس من دار سيدة البير ببقنية باتجاه الضريح، وبكرة الاختتام مع يوم مخصص للرهبان والراهبات لمناسبة إعلان البابا سنة 2015 للحياة المكرسة. سألني أبونا وينه، بلك أو عم بيصلي أو عم يوعظ يا عينه. أوتيل بستان عم بيقدم سهرات وأمسيات شرقية، وكل جمعة وسبت لغاية 19 تموز موعد مع الفنان زياد الأحمدية وفرقته الموسيقية. بدعم من رابطة أصدقاء كمال جنبلاط، الندوة بعنوان ندوة روحانية نورانية من وحي فيلم الوثائقي كمال جنبلاط الشاهد والشهادة لهادي زكاك. تتضمن الندوة عرض لمشاهد من الفيلم ومحطات مع كواليس تصوير الفيلم بالهند. الموعد يوم الأربعاء 24 حزيران الساعة 4:30 بمقر رابطة أصدقاء كمال جنبلاط بكليمونسو. حزب التقدم الاشتراكي. Vous savez, moi je me défends d'être musulman ou chrétien. Et ce que j'ai tenté toujours de faire, c'est de faire sauter le mur pour avancer. Maintenant. بدعوة من تامر بوطة أمسية مع الموسيقى والباحث طارق عبد الله، ورح يكون له وقفة مع تطور فن العود المصري المنفرد على ضوء الأسطوانة. الموعد بكرة بالمين ستريت الساعة 6:30. بأمسيات شعرية وموسيقية عم بيقدم الشاعر الفلسطيني مروان مخول والفنانة أميمة الخليل عدة مواعيد، وموعد أخير من طرابلس بمركز الصفد الثقافي ب 25 شهر الساعة 8:30. طوبى لمن في الأرض قدس بيته المزروعة، بخر دمعه، طوبى له لحن الحزانة واليتامى والثكالى والحيارة، لحننا طوبى له، غنى لنا، طوبى انطوى، زمن الردى، زمن النوى، زمن الخنا، زمن الزنا، زمن الزمان المري، النفس التي بعثت إلى أبد الأباد. طوبى لنا صوتا يرى ما لا يراد ولا يعاد ولا يباد ولا يصاد ولا يقاد، فهل لجيش الحاكم السفاح أن ينسى الذي في جرحه ذكرى تمجد لا تجند؟ طوبى انتهى. جامعة الروح القدس الكاثوليك بتكرم الأب يوسف الخوري المؤلف والعالم الموسيقي والمدير السابق لقسم الموسيقى بالجامعة والمعهد الوطني للموسيقى بحفل اليوم بحرم الجامعة. بيتخلى التكريم كلمات للأب يوسف طنوس دكتور وليد مسلم مدير المعهد الوطني للموسيقى وغيرهم، بالإضافة لحفل موسيقي بتقدمه جوء جامعة الروح القدس، ورح تقدم تراتيل مثل يا مسيحاً جئت نورا وغيره. ضمن برنامج الأسبوعي يلي بيقدمه البلو نوت كافيه بالحمرة لأربعة موعد مع الفنانة عزيزة. وبالي شغل بالسوق مريت أشوفك، مالي شغل بالسوق مريت أشوفك.
عطشان خفني سنين والروي على الشوف. بخبر أخير وبدعوة من المركز الثقافي الفرنسي وبإطار برنامجه لشهر حزيران بعنوان فلتمضي الموسيقى قدما، بكرة رح يتم عرض فيلم وثائقي بيحمل عنوان فيروز لفريدريك ميتيران، وقت الفيلم 52 دقيقة، والعرض إذن بكرة الساعة 8 المساء بحديقة إسباس دي لاتر بقصر الصنوبر. إذن رح نرجع ننتقل عن جوال مرة جديدة لحتى نشوف حركة السير لليوم. نعمل جولة لنعرف اليوم كيف حركة الطرقات وإذا عجقة ولا لا، وبنبدأ من جسر سليم إسلام، حركة طبيعية بالاتجاهين، بنروح إلى أوتوستراد الزلقة، حركة ناشطة إنما كمان ما في توقف للسيارات، وبنختم مع مثلث خلدة، حركة نوعا ما خفيفة إلى ناشطة ببعض المحاور، وبناخد اتصال من المؤهل جهاد أبو زكي من غرفة التحكم للمرور. مرحبا. صباح الخير. كيفك؟ الحمد لله. يعني مشهد مش دايما بنشوفه نهار التنين، عادة بيكون عجقة، ما بعرف إذا بس الكاميرات هيك عم بتفرجينا باقي المناطق كيف؟ نعم مثل ما ذكرت حضرتك، المدخل الجنوبي من خلدي وصولا ل يعني لبيروت المدينة الرياضية نفق سليم سليم بهالأثناء عم بيشهد حركة طبيعية. نعم. ما في عجقة أبدا. أما هذا يمكن لأنه شهر رمضان، وبمجمل الأحوال في بعض المدارس خلصت نهيت برنامجها. نعم. الدراسي. نعم. لهالموسم. نعم بالضبط، وعلى بداية شهر رمضان لاحظنا أنه ازدحام السير على المدخل الجنوبي خف نسبيا بتقريبا 50-60%. عظيم. أوكي. بس بالنسبة للسير القادم من حمدون باتجاه علي بهالأثناء في اصطدام بين باص وسيارة نتج عنه أضرار مادية. نعم. هذا الحادث مسبب ازدحام على الخط النازل باتجاه علي وصولا للحزمية. أوكي. المدخل الشمالي عم بيشهد حركة ناشطة، بيبدأ من جوني على المسلك الغربي باتجاه بيروت، حركة كثيفة مع بعض التوقف الخفيف. نعم. أيضا النقاش أنطليا جيل الديب حركة ناشطة وصولا لنهر الموت، مع أيضا مع بعض التوقف البسيط. أوكي. بالنسبة لبيروت بهالأثناء شوارع بيروت عم تشهد حركة ناشطة، ما في عجل سير ودون أي عوائق. هذا كل شيء بالنسبة للحركة الصباحية. وبالنسبة لحوادث السير إن شاء الله كمان هيك تكون الأخبار حلوة يعني. سقط حوادث السير لفترة 24 ساعة مجموعة 8 حوادث نتج عنهم قتيل و11 جريح، جبل لبنان حادث جريح، البقاع حادث قتيل، الشمال حادثين 6 جرحى، جنوب 4 حوادث 4 جرحى. الأسباب معظمها بتعود للتلهي والسرعة الزايدة. نعم. شكرا لك المؤهل جهاد ابو زكي، يعطيك العافيه، بنحكيكم بكره. نحن رح نتابع حلقتنا من بعد ما نتوقف مع بريك وبنرجع.